بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة هبة شاهين، أستاذ الإعلام بكلية الأداب جامعة عين شمس ومدير المركز الإعلامي لجامعة عين شمس. النهاردة جامعة عين شمس بتستضيف في رحابها ندوة قيمة جدا عن دور أقباط المهجر في دعم الدولة المصرية في ظل التحديات العالمية. بنستضيف اليوم الأستاذ الدكتور منير داود، وهو أحد كبار المهاجرين المصريين في الولايات المتحدة منذ عقود طويلة. وهذا الرجل القامة الكبيرة ساهم بشكل كبير في دعم مصر في ظل الأحداث والتوترات الأخيرة التي تعاني منها، وما زال يقدم الدعم للدولة المصرية منذ عقود طويلة، وهو يساهم في دعم مجالات السياحة، في دعم مجالات الاقتصاد، في دعم الإعلام، وفي دعم السياسة بشكل كبير خلال الفترة القادمة. وعدنا بمزيد من الجهد مما لدور الأقباط المصريين ولدور المصريين عموما بشكل عام، مسلمين وأقباط في دعم يعيشون في الولايات المتحدة، في دعم الدولة المصرية والشعب المصري في وقت بنحتاج فيه بشكل كبير لهذه الرسالة التي توضح قوة دعم المصريين مسلمين وأقباط لشعبهم ولدولتهم في ظل التحديات اللي بتعاني منها مصر من الإرهاب ومن سوء الوضع الاقتصادي. الحقيقة بنحتاج لهذه الرسالة من الأمل لدعم الشباب المصري، لدعم الدولة، لبس الأمل في النفوس، للشعور بقيمة تجمع المصريين في الداخل وفي الخارج وفي دعمهم لدولتهم في وقت بتحتاج إليه. طالبنا الأستاذ الدكتور منير داود وهو موجود بأن يكون للمصريين في الخارج مسلمين وأقباط دور كبير في توجيه رسالة إعلامية واضحة لمجتمع الأمريكيين في الخارج، لأننا نجيد التحدث مع أنفسنا ولكننا نعاني من مشكلة في التحدث مع الآخر. فطلبنا بدعم كبير جدا لجهود إعلامية مصرية حتى تصل إلى المواطن الأمريكي العادي بعيد عن النظام السياسي، وأعتقد أن احنا في أمس الاحتياج لده. ووعد سيادته بدعم هذه الجهود الإعلامية، وبنعتقد أن الدولة المصرية يجب أن تتحرك حتى تستطيع أن تكون فاعلة على المستوى الإعلامي في الخارج، لأن احنا بنواجه يعني تحدي كبير وأزمة كبيرة في رسم الإعلام الخارجي لصورة مصر بشكل مغالط فيه لحد كبير.